عندك بقى ايه شويه عيش زياده في البيت، شامي بلدي اي بتاع، انا هقول لك يا سيد الكل ويا ست الكل تعملوا بيهم ايه. العيش اهو شيله بس تحت كده، شويه صلصه، جبنه اي جبنه، احنا جايبين موتزاريلا عشان احنا ناس فخمه، وبعد كده الحاجات دي اللي هي زي ما انتم شايفين كده، اللي ما اعرفش بيتقال عليها ايه، بيتقال عليها حاجات كتير، بس قولوا اقول عليه لانشون مصغر، وطاسه وشكرا على كده. ان شاء الله مش هيحصل حريقه النهارده وتعدي. عيش سعيد لون حياتك بايدك، عيش سعيد وشوف اللي في ايدك، عيش سعيد املك هو جديدك، عيش سعيد يومك هيبقى عيدك، اتفقنا حط كلمتين في روتينك، عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك، عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح، اسعى اتعب اتقدم هتشوف ارباح، 24 ساعة ليل دي او غموعك، يلا بينا هنعمل ايه دم دم تك، بص للسما وارفع ايديك، حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك، عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد. يا مساء الخير والسعادة لكل اللي بيشوفونا في كل مكان، يوم جديد وحلقة جديدة من عيش سعيد، وإن شاء الله النهاردة تكون حلقة كلها سعادة وبهجة كده، ودايما نكون بنديكم شوية طاقة إيجابية علشان تكملوا بيها اليوم يا رب يعني إن شاء الله. الأول عايزة أسلم على لينا وبوب، مساء الفل عليكم. ازيكي سهى؟ ازيكي بوب؟ مساء الخير. عامل إيه؟ مساء الخير. الفل. مساء الورد. الفل. الأبيض. الورد الورد. الورد أحلى. مساء الورد عليكي. مساء الورد. مش قصدي اي اسقاط خالص خالص. لا لا تمام. عشان كده انا حبيت اكمل لك واقول لك الفل. ورد. في ورده ثانيه بكورنيشه كده من فوق، مش عارفه كورنيشه بكوريشه ولا ايه كورنيشه دي، مش عارف. ماشي ماشي. المهم خلينا نمسي بس على الناس ونقول كلمتين كده. مساء الفل عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير ومفرفشين وفي احسن مود كده وفي احسن حال. ان شاء الله النهارده الحلقه تعجبكم، عندنا اكلات وصفات وحركات من الرائع المبدع الفظيع المتميز اللي مأكلنا اللي مشربنا ايهاب صالح. ايهاب عامل ايه؟ والله الحمد لله. اكلنا ايه النهارده؟ عيش بيت. ما هي دي الفكره يعني، اي عيش أيوة. عندك في البيت يعني اتصرف من اللي عندك في البيت. اي عيش يعني. انت خلاص بقى يعني قبل ما يسلم نمر، قبل ما يخضر وكده يعني. قبل ما يزرق. ولو اخضر شيل الحته الخضراء الصغننه دي وكمل عيش. اعمله كده وافركه كده. ايوه كلنا بنعمل كده. وشويه حاجات عليه وخلاص. بس هطلع لنا بقى حاجه ممكن نفطر بيها او نتعشى بيها. طب معلش اسم الطبخه. ها؟ اسم الاكله اللي هتعملها. سناك. اوكي. انت طلعت عليه الاسم ده؟ انا طلعت عليه الاسم. هي ملاش اسم بس ممكن نسميها مثلا عفيفي. عفيفي. هنعمل عفيفي النهارده. اوكي طيب. النهارده برضو عندنا مواضيع لذيذه جدا. عندنا ايه سهى؟ في الاول عندنا كده غير الاكله الحلوه اللذيذه اللي بوبا هيعملها، عندنا بمناسبه بقى الاكل عندنا موضوع عن الاكل، الناس اللي بتحب الحلويات ما تقدرش تقاومها، والفرق ما بين الناس التانية اللي بتحب الحوادق. يا حلو انت يا مخلل. لا انا مود انا في الحلويات. صدقني عكس بعض في القصه. لا ده احنا هنتكلم بقى في الموضوع ده زي الصيف والشتاء كده، هنتكلم في الحلويات ولا حادق. كمان عندنا موضوع لطيف جدا هننزل فيه الشارع وهنسال الناس عن حاجات لذيذه جدا، وهي ايه اكتر حاجه بتبسطكم؟ في حد مثلا بالنسبه له ان هو يقف في المطبخ يعمل طبخه دي حاجه بتبسطه قوي، حد ان هو ينزل يعمل شوبينج يشتري حاجات جديده ده بيبسطه جدا، ناس ان هي تنزل بالعربيه تلف تسمع اغنيه لذيذه ده حاجه بتبسطها قوي. يعني في ناس حاجات معينه بتبسطها، فهنسالهم ايه اكتر حاجه بتبسطكم بتخليكم عايشين في مود سعاده كده اللي هو الله انا بحب الحاجات دي قوي. بمناسبه بقى الاكل والحاجات دي، احنا برضو معانا ضيفه النهارده تلقب بصانعه السعاده، دعاء عبد الحميد. لعبه بقى بالشوكولاته وشغل عالي كده النهارده، يعني لو دي قلشت مني الاثنين اللي قاعدين هيضمنوا ان هم هياكلوا حاجه. معاها هتظبطنا. من الاخر هتبقى حاجه حلوه حتى. ايوه. ماشي؟ انا بقى بنعمل ايه؟ انا مفيش سريعا كده عشان ما ارغيش كتير. انا واثقه فيك بس في بصيص من الدخان. لا في بصيص من الدخان. نوسه بتولع يا لمبي. فانا واثقه فيك انت حبيبي كل حاجه. بس اي حاجه في الطاسه، بس زيت زبده بتاع اي حاجه عشان العيش ما يلزقش بس. طيب ماشي. ابتدي ولا هتطلعينا فاصل؟ اوكي انا هطلعها. نطلع فاصل ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا على طول. لسه مكملين معاكم
وعيش سعيد. ويلا بقى نبدا اهم موضوع في الحلقه اللي هيعمل جدل، حاله من الجدل والرغي، وهتلاقي بقى اتقسمنا فرق. يعني بص احنا اصحاب وحبايب، بس في الموضوع ده بالذات هتلاقي فيه فرق كتير قوي، حتى في الكنترول هيبقى فيه فرق في الموضوع ده، ورا الكاميرا فيه فرق، لان احنا هنتكلم عن فريق الناس اللي بتحب الحوادق قوي وما تقدرش تعيش من غير حوادق، بالنسبه لها هي اهم حاجه، زي بيتزا، الطبيخ، الجانك فود، الحاجات اللي هي مملحه شويه. يقول لك يا سلام لو امرت العيش وجنبيه حته جبنه، انا بص عنتر زماني انا كده مبسوط قوي. ناس تانيه تقول لك، او فريق تاني يقول لك الحلويات، توفيز الحلويات وجمال الحلويات، انا ممكن اتغدى بسبوسه بالقشطه، ممكن اضرب تشيز كيك بالكراميل كده بقى مبسوط قوي، يا سلام على كريب شوكولاته سايحه كده وشويه كده مكسرات، يا ده احلى حاجه في الدنيا، يا سلام في عيد الميلاد ادخل على التورته، ما ادخلش على البوفيه، لا التورته ابتدي بالحلو على طول. فنشوف مين كل واحد فينا كده بيميل لايه اكتر، الحوادق ولا الحلويات. اولا انا احيي الحب اللي انت بتتكلمي بيه عن الاكل. شفتي وشويه معرفش ايه ونازله و... لا في الاكل ده فن، والقشطه عارفه بتروحي وتيجي. انا حسيتك والله الصراحه عارفه لو في قصه حب مش هتتكلمي وعينك تلمع اللمعه دي بسبب الاكل. طبعا ايوه ايه احلى من الاكل في الدنيا يعني، صح ايه احلى من الاكل. ايهاب انت معانا في الموضوع ولا حضرتك استوديو دخل؟ في عصفوره دخلت في استوديو، بصوا في فوق في عصفوره دخلت في استوديو. رمى اول إيه واحده ده في إيه؟ اللي بعده هو عامه في حاجه بتولع بعيد يعني. بس انا مش عارف ده امبيانس، انا ما بعرفش اشتغل في المطبخ الا لما يبقى فيه دخان. الله طب يلا بقى الى جانب وباب بيحضر كده، احكوا لي كل واحد فيكم انت تيم حوادق ولا إيه؟ تيم انا حوادق. حوادق حوادق يعني بذمتك تشيز كيك إيه بس ده ولا حمامية أيوة. محشيه تشيز كيك طيب او الاثنين انت عارفة انا من الناس اللي هي ايه، هاكل حتة من الحمامة تشيز كيك، حتة من الحمامة انا بحلي حدق، احلي حدق نحدق بقى كنسة. طب نحلي بقى شوية، طب نحدق انا كده انا ممكن ابدا بالحلو وبعد كده هرجع للحادق وارجع ده مو هيلثي على فكرة عشان تاكلي كمية قليلة من ال هيلثي ايه يا زهى، ده البطن جوه، ده الكالوريز مش عارفة تروح فين، الحقوني عارف اللي هو في حد متوحش لا كارثة. لا انا حوادق انا طب رغيف حواوشي كده حلو ولا حته بسبوسه؟ حته بسبوسه طبعا، وتحط لها كده حته قشطه، طبقه قشطه من فوق كده، وشاي خمسينة بالنعناع، يا سلام يا سلام يا سلام. هو انت عامل اكل بتاكله انت؟ ايه اللي ايه؟ بعمل تيست. تيست؟ اوكي. طب احنا عايزين ندوق، بدي دوق. جربت من فوق ما نفعش، بجرب من جوه. بدي دوق. هو ده ايه اصلا؟ يعني انا يعني نعم؟ ده عفيفي. فاهمه ده ايه؟ عفيفي. عفيفي. ما عرفنا ان اسمه عفيفي. عفيفي ده ايه يعني؟ ما انا لسه شارح على فكره. لا عفيفي ده مثلا انت اي عيش نشبهه بالبيتزا مثلا؟ يعني ماشي ماشي سميها بيتزا، بس بيتزا على بيتزا. بيتزا هوم ميد يعني، اللي هو جايب بواقي العيش صح؟ اي عيش اي حاجه عنده هو صحها يعني عشان ما نفتيش. بتجيبي العيش وتحطي عليه الصلصه والجبنه والواتيفر بقى، مرتديلا الواتيفر هي كانت اي ايه حد يعني عنده زيتون عنده فلفل اي حاجه بقى وخضار وبتاع مش عارف ايه. بتحطيه على العيش وتحطيهم في الفرن شويه لحد ما الجبنه تسيح والدنيا تظبط وخلاص وتطلعيه. انا موافقه جدا، ماما كانت بتعملها لنا، فانا بعملها على الطاسه بس. ده عشان اي نوع عيش؟ طب انت ايه؟ انا كنت بعملها برده بس ممكن بقى تعمل الصوص بتاع البيتزا هتبقى خطيره اكتر. ايوه 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 ده حقيقي. ايوه ايوه انا عايزه اسالك انت تيم حوادق ولا تيم حلو؟ حوادق طبعا بجد مليون في المية. ايه ده ليه علاقه بالبرج تقريبا؟ لان انا كمان حوادق. طب انا عايز اسالك يا لينا، لو انت بقى بما انك بتحبي الحلو، لو انت عملتي دايت واتحرمتي من الحلو كله كارثه هتعملي ايه؟ بصي انا مشكلتي في الدايت، انا ممكن اكل طول اليوم عارفه اللي هو ثمره فاكهه، توست مش عارفه ايه، الفراخ مشويه ابقى تمام قوي، اجي على اخر اليوم مش عارفه الو كريب ايوه اكسترا اكسترا نوتيلا عارفه اللي هو انا كده قوي يعني. انا من غير ديزرتس في حياتي او من غير حاجه حلوه عارف اللي هو لازم قبل ما ادخل الهواء اكل حته شوكولاته مسكره، بتدي احساس السعاده ده. ده من وانت صغيره كده؟ من وانا صغيره قوي كده. كيس الحلويات ده دي اكتر حاجه بتبسط يعني، ما تجيبليش لعبه لا هات لي كيس حلويات. انا ده بس بيودي الموضوع ده بيودي في داهيه، لان طول حياتي بعمل دايت يعني. طب تفتكري ان انت مثلا ده الاساس ان انت سببه مثلا مامتك وباباكي كانوا بيكافئوكي بالحلويات فعودوكي على الطعم المسكر ده؟ بصي هي بتبقى ثقافه، انا قلتها حتى قبل كده، اللي هو الاهالي بيلاقوا اي مكافاه عشان دراسه هوم ورك خلصناه احنا بنعمل تصرفات كويسه، يقول لك ننزل تحت الكشك او السوبر ماركت نجيب السويتس اللي انت بتحبيها. احنا برده اتعودنا ودايما عند الجدات
بالذات في بيت تيتا معروفه بعد الغدا تيتا بتبقى عامله كيكه في الفرن الفريش اللي ريحتها بتجيبك اخر الشارع دي فظيعه وتشربيها مع الشاي. دي برده ثقافه من كمصريين ان احنا بعد الغدا لازم بيبقى فيه حاجه حلوه بيتي فور كيكه زي ما قلت لك تورته جاتو لازم بيبقى فيه حلويات في البيت. دي حاجه اظن كلنا زمان كلنا اتربينا عليها. علبه الخياطه دي كان بيبقى فيه قبلها بسكوت موجود. حد عايز يقرمش؟ طب انا هو طبق كبير شويه بس عشان كنت شايل فيه حاجات. طب ممكن نشيل اللي على النار عشان ماله النار اهو شيلنا على النار اهو ماشي اهو خلاص حطها على العين الثانيه على العين الثانيه عشان اهو ايوه تعالى بقى ماشي تعالى. انا شم ريحه حلوه والله والله شم ريحه كويسه فانا عايزه ادوق. ما هو لازم حد فيكم يقرمش مش هعرف اقطع لا وعايزه اقول لك حاجه سبحان الله كل حلقه بيبقى فيها طبيخ ببقى جعانه قبليها فمش عارفه ده ايه. طب انت قرمشي ايه ده دي زي الحواوشي يعني اعتبريها حواوشي يعني ما الطبخ بس هو انت انا كل حاجه بعملها بتطلع زي الحواوشي خلي بالك. طب يا جماعه انا هدوق عشان شكلها يومي بصراحه بس المهم تطلع يومي. طب قول لي يا بوب انت بما انك تيم حوادق ايوه ما جبنا ما هي لازم تمط ما انت ما تهزرش حلوه كويسه يعني يا سهى ماشي ده دورك تدوقي بس. طب قول لي بقى ايه الحوادق المفضله بقى بالنسبه لك يعني ايه الاكلات اللي هي ما تقدرش تقاومها خالص. بحب الحوادق مع الاكل. انت قصدك مخللات يعني مخللات الليمون المعصفر ده حوار لوحده اللي هو بيست ده يخرب بيت الحلاوه. انتوا بتحبوا المزازه ولا الحادق؟ في فرق. في ناس تقول لك احب الحاجه المزازه الاثنين الاثنين اه انا بحب الاكل اللي فيه ليمون قوي يعني مثلا التشيكن اللي هي بالليمون صوص دي يا الله. واحب الحاجات الخاينه اللي هي زي سويت اند ساور يعني ده الشبه خام بس في حاجات ايوه في حاجات لما تيجي من اول اللي هو في تيست وفي افتر تيست فتيجي في التيست الاولاني الله وبعد كده طب سواء انا عايزاكي تدوقي بس انا عندي كومنت واحد هي تحفه والله وخطيره وسريعه بس هي الصلصه كانت محتاجه تتسب يعني ايوه هي انت كان في صلصه مخصوصه للبيتزا كان ممكن تجيبها تبقى احسن. اتفضلي يا استاذه سهى احنا المفروض ندي تقييم بعد كل دي على فكره الصلصه دي نوعها صلصه رامي هي نوعها كده ماركه الصلصه ايوه انا هديك بصراحه في الكاريت تمام هديك 8 من 10 حلوين 8 من 10 انت وشك قلم 5 من 10 انت انت ليه وشك قلم يا سوس جميله مالك بقى في المشكله في الصلصه فعلا برضه ماشي هاتي بقى انا غير الماركه مشكلة في الصلصة هاتيها انا بقى انا ما عنديش مشكلة في الصلصة خالص. هي كم من كام؟ كملوا بقى قولوا هتدي كام يا صور ريتنج؟ 7 سامحني يا رب ماشي جميلة 7 وانا كده كرماك ايوه انت عارف لولا انت غالي عندي السبعة دي ما كانتش طلعت. بس هقول لكم على حاجة برضو بما اننا بنتكلم عن تيم حوادق وتيم حلو في شيفات بتبقى شاطرة قوي بيبقى تخصص يعني في شيف اسمه شيف حلويات في أي أوتيل في أي مكان فايف ستارز أو في أي مطعم بيبقى فيه بيجيبوا شيف للحلويات بس ده راجل بتاع حلويات بس ده حقيقي وفي شيف حوادق بس وفي شيف مثلا بتاع السلطات والمقبلات. فانا بالنسبه لي نفسي اشتغل نفسك تشتغلي ايه لينا شايف حلويات باذن الله انتظروني في الفتره الجايه من كتر حبي للديزرت. انت عارفه ان انت الطبختين اللي عملتهم لنا كانوا حلويات حاجات مسكره عشان انا عشان بصي انت بتبقي باشنت لحاجه بتبقي شاطره فيها يعني انا شاطره في بحب الديزرت فبدي كويس في الديزرت. كل واحد بقى انت تلاقيكي شاطره مثلا في الحاجات الحوادق والطبيخ صح انا بحب يعني انت الحلقه الجايه هتعملي لنا ايه مخلل يعني ده سهل جدا خيار مخلل الوحيد اللي بعرف اعمله في البيت بجد وعشان الخيار المخلل سريع في عمله بالظبط سريع جدا. وانت بقى يعني برضو ما قلتلناش في الحاجات الحوادق بتحب ايه في الحوادق يعني؟ لا بحب كل انواع الحوادق وبحب يعني دايما يقعد يقول لك ايه السموم البيضاء السكر كتير لا السكر والملح الكتير السم الابيض عموما ايوه الاثنين بالظبط انا بحب الاثنين بقى يعني بس انا عكسك شويه في الديزرت دي يعني انا بحب الحلويات الجاهزه مش الديزرت يعني بحب مثلا الحاجات اللي هي اي منتجات الجيلي الجيلاتينيه دي إيه الدود لا. السنان الدباديب الزايز طب انا واضح ان انا حتى قزيمه في الحوار ده تصدقوا اصل انا الحلويات الوحيده اللي بحبها الحلويات الشرقيه
بجد اللي هي البسبوسه وكنافه وصوابع الست وعين الكلب والحاجات دي كلها. اوكي انا بحب قوي صوابع زينب يا جماعه، سوري معلش عشان بحسها اندر ريتد قوي والناس مش مديها حقها. وفي حاجه انا من هنا بطالب بجد صوابع زينب دي يا جماعه خطيره، انا بجيب علبه ممكن بجد اقعد اكلها بحس يا حلاوتك يا زينب. عارف بحبك يا زينب. انا مفيش نوع كنافه ما بحبهاش صراحه. كل الكنافه اي حاجه تتقال ان هي كنافه بتحب اللي هي في كنافه رخمه كده انا ما بحبهاش. اللي هي مبرومه؟ لا 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 دي تمام دي. في اللي هي حوادث في بعضيها كتير دي اسمها نابلسيه. دي خطيره. دي اسمها ايه؟ اللي هي يعني بس مش نابلسيه. لا هي اللي هي عثمانيه. ايوه اللي عثمانيه دي. ايه اللي انا باكله ده؟ هي متفتفته وكريمه زي اللي انا عملتها لكم قبل كده في كاسات بالشوكليت. لا ماشي دي كانت بنت ناس كريمه. العثمانلي دي بحس ان في يعني عثمانلي كده في نفسها اللي هي سفنجه الكنافه. اللي هو حط ده هنا حط ده هنا. في مكان ما بقى طبعا انتوا اكيد مش هقوله يعني، بس اللي هو مشهور بالكنافه بتاعته بالقشطه تبقى وبيجيب لك معاه قشطه خارجيه. لا 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 عايز اقول لك حاجه، في رمضان في رمضان عشان تجيبي اللي في رمضان عشان تجيبي الكنافه دي لازم تبقي واقفه من الساعه 7 الصبح. ده حقيقي. ده لا فظيع ده حقيقي. يعني لو عندك عزومه تاخدي رقم من بدري كده علشان تبقي رايحه. عرفت. رايحه كده اللي هو اللوجو بتاعته زرقاء. ما عنده اتنين. ما علينا. أيوة عندهم اتنين. بس انا الزرقاء دي الاصليه. طب ماشي. طب تمام. طب نشوف راي الناس ولا يلا بينا نشوف راي الناس. حوادق. انا بروح للحوادق شويه. لا الحلويات. لا اكيد حوادق. بحب الحلويات اكتر. الاثنين. لا حوادق. لا الحوادق طبعا. في الاكل يعني بتفتح النفس وكده يعني، حلويات بتقفل منها. احس ان يعني الحلويات بتبقى مسكره بزياده فبحس ان انا نفسي بجزع كده. اكيد يعني مش هينفع حد حلو ياكل حاجات حلوه كتير. حلو ده بتحس ان عايز بقى يعني تهمد بعده كده، تحس انك تعبان خالص، لكن الحوادق بتديك انرجي كده وتحس انك احسن. يعني ممكن عملت بلح الشام وطلع فاشل قوي. كيك مثلا، كب كيكس، الحاجات دي. بقى ما بعرفش اعمل حلو خالص. حلو لا. لا خالص. بعمل بان كيك بس. لو الاوبن بوفيه ده محترم يعني وفي زي سي فود، انا بعشق السي فود. كل حاجه لازم تتحط. لازم ادوق من كل حاجه. ممكن ستيك، اللحوم، اي سناكس او بيتزا او باستا كده يعني. انا اصلا يعني مش دايما باكل اوبن بوفيه بصراحه. ممكن اي حاجه فيها باستا والحاجات دي عشان مش بحب حاجات كتير. اكتر اكله بحبها يعني ممكن اقول المكرونه بشاميل. شاورما. بحب الشوكليت ومثلا فاكهه، بحب الفراوله والحاجات دي بحبها جدا. بحب البان كيكس وبحب اي حاجه بقى فيها شوكليت ولوتس والحاجات دي. مكونات اكله ممكن بعمل مكرونه وممكن اعمل جنبها ستيك مثلا او حاجه. لا ماليش في المطبخ خالص نهائي. الاندومي بعملها بصويا صوص، بقطع عليها كده فلفل الوان وبصل كده يعني. طبعا البشاميل ده له خلطه زي لبن وباودر وكده، والمكرونه اي مكرونه اي نوع مكرونه باللحمه المفرومه. الكيك مثلا بيبقى دقيق وبيض ولبن وشوكليت. لا عايزه شوكليت. الكيك الشوكليت مثلا انا ما باكلوش. البسبوسه عامه انا البسبوسه دي من اوائل الحلويات الناس بتعشقها، انا كلهاش. ما فيش حاجه ما بحبهاش يعني، بس ممكن يكون البسبوسه شويه. اي حاجه عليها كريمه، بسبوسه بالكريمه بالقشطه بالحاجات دي كلها لا. ماليش في الشوكليت قوي. وانا عامه ما بحبش الشوكليت. طيب بعد ما شفنا راي الناس، هل انتوا بتحبوا الحادق ولا الحلو؟ ناس كتير قوي قالت ان هي بتحب الحادق في الاول. ابتديت احس بضعف بقى، ان انا موقفي عمال يضعف يضعف يضعف. لقيت لا الحلويات بتزيد. حد قال لك بسبوسه، واللي قالوا شوكليتس والبانكيكس والباستا. باستات. في ناس تقول لك باستات وبيتز، يعني في ناس بتجمعهم كده. أيوة. في حد بقى قال سي فود، حتى انت قلت لنا ان انت عاشق. تخيلي بقى مدمن. تخيلي انت بتقارني سي فود بحلويات. ما هو بعد السي فود الراجل بيجيب لك ايه بعد ما تخلصي وانت قاعده يعني كده؟ سؤال بس. مهلبيه فرن دي بقى بتدخل. لا ده لو انت بتاكلي سي فود. ده لو انت بتاكلي سي فود بلدي.
يعني أوه. مش بلدي مش بقلل منه السي فود بتاعنا يعني بس في سي فود لا ما ينفعش يجي بعديه رز بلبن او مهلبيه وبتاع قصدك زي الريزوتو والبايا والحاجات دي ريزوتو الله يا وهي يا يا جدع يا جدع او الساندوتش السموك سالمون عليه كريم تشيز وجرجير وعصر ليمونه وكابري اللي هو البتاع اللي انا عمري في حياتي اللي هو بيدخل بيموت ده اللي هو ايه اللي هو الخيار المخلي الصغير خالص ده ايوه لينا انا لاحظت ان انت داخله على الحلو لا الحلو عادي ركنتيه وبقيت واو اوه جماعه انا ارحب بكل انواع الاطعمه حادق حلو معصفر مجزع انا تمام دي حقيقه اللي يعرف لينا كويس يعرف انها ما شاء الله ودي على فكره دي ميزه مش عيب انها ما شاء الله اكيله دبيبه يعني ايه ده لا انا اكيلة بس مش دبيبة في فرق ايه ده تفرق في الدبيبة ده اللي هو يقعد قدام حلة ينسفها لا انا مش الدرجات انت ما تقعديش قدام حلة تنسفيها لا مش الدرجات على حسب لا لا ثانية على حسب حلة ايه انت قولها انت بتحبي ايه حلة يعني دلوقتي مثلا عارفة في الحلة اللي هي كي يعني انا ده يا لهوي ده لو قدامي ما اعتقهاش الحلة الصغنططة اللي هي قد كده دي ايه اسمها ورق عنب بالظبط دقيقة ورق عنب اللي هي ورق العنب دي وعليها شويه كوارع من فوق يا سلام يا سلام كمان في منها بالريش بقى في منها بالريش جربتها بالريش بالريش لا انت كده ايوه انت كده غنيه لا بس اللي بالريش حلوه برضو هي أيوة نفسها أيوة هي هي لا يا جماعه الحاجه الوحيده اللي ممكن اقعد قدامها بجد صينيه المكرونه بشاميل اللي هي مبصبصه اللي هي البصه دي اللي هي طالعه كده اهو دي اللي هو الحقوني كلوني بسرعه عارفه اللي هو خلاص أيوة أيوة. خلاص جوعنا كفايه صح؟ يعني نتكلم بقى في اي حاجه بعيده عن الاكل قولي خبر قولي خبر كده يعني فاهم ويا ريت الخبر ما يبقاش فيه اكل انا بقى الخبر اللي معايا عن اغبى مجرم في العالم هو في جنوب افريقيا هو بجد غبي يا جماعه وانا هحكي لكم قصته لا بجد انا بجد مش عايز اقرا الخبر هو غبي على فكره الراجل ده غبي الراجل ده غبي عشان تبقى عارف عمل ايه بقى الراجل ده كان في 2015 شغال ديليفري حلو بتاع محل اجهزه كهربائيه ماشي. واضح ان المحل ده كان يعني بتطلبي منه اونلاين فدايما كان يعني بعد فتره كان الراجل ده بياخد الاجهزه وبدل ما يوديها للمكان اللي هيوصله يقوم موديها حته تانية وبيعها بديل تاني واخد الفلوس لنفسه قعد كده فتره ومحدش واخد باله من الفلوس بتروح فين فجاه كده صاحب المحل عمل حساباته لقى ان في فلوس كتير قوي ناقصه وان في شكاوي كتير قوي من عملاء ان هم عملوا الاوردر والاوردر ما وصلش فاكتشف اللقطه دي فقام رايح ومبلغ والتاني المعلم الغبي ده هرب واختفى شويه اختفى كذا سنه فتدور الايام وهو قاعد عاطل عن العمل وما يعرفش ان الشكوى دي في المحكمه اتخد بيها حكم وبقى خلاص هو مطلوب للعداله يعلن الاسم عن وظيفه عايزين موظفين في الاسم لكذا وكذا وكذا يروح اللذيذ ده عامل ايه مقدم فيها يروح مقدم في الوظيفه بتاعه الاسم فاول ما قدم في الوظيفه بتاع الاسم هوب خد تعالى ده انت مطلوب واتقبض عليه لا هو ده مش غبي هو متآمر واهبل عارفه هو انت عبيط ده معدي مراحل الغبي انا قلت لكم هو غبي بجد يا جماعه اللي هو انا مسلم نفسي تسليم اهالي عارف اللي هو انا أيوة جاي اهو هي دي بقى هي دي بقى معنى كلمه تسليم اهالي هي دي ايوه صح ده ايه ده ده صعب شو هذا شو هاد شو هيدا لا هيدا او بالاردني شو هاد شو هاد شو هاد يا زلمه طب انت معاك يا زلمه خبر ولا انا زلمه اسمها زلمه 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 دي حاجه تانية زلمه المهم انا عندي خبر بقى من الهند اشمعنى انت تبعت اكتر ماله بقى الخبر بتاع الهند ده نسيب بقى دي كده ونشرح لكم القصه يلا بينا الهند اللعبه الطاغيه عندهم لعبه اسمها كريكت لعبه كريكت. اسمها كريكت لعبه كده بيتلعب بمضرب ارمي يا حبيبتي الكوره ويروح ضربها بمبرد بتلعب بمضرب كده وكوره ناس كتير دايما بتلخبط هنا في مصر عشان بيلعبوا كروكيه كنت لسه فبيدخلوا كروكيه في الكريكت لا الكريكت دي لعبه شبيهه شويه الامريكان عندهم البيسبول مضرب من فوق الكريكت بيبقى المضرب من تحت أوكي. بس والكوره بتبقى انشف وبيبقوا لابسين بروتكشن عنيف جدا عشان الكوره دي لو جت فيكي هتقتلك انا كنت بلعبها في الامارات يعني فبتوجع الكوره دي بتوجع جدا فاللعبه دي مشهوره جدا في الهند فجي واحد لعيب يعني من اللعيبه التقال يعني جاي يتجوز واصحابه عارفين طبعا ان هو لما هيتجوز ولا هيلعب معاهم زي ما بيلعبوا كل سبت وحد والكلام ده كله وبتاع فعملوا
صيغه اقرار كده يمضوا مراته عليها قبل الجواز. ايه هيمضوها على ايه؟ ان هي لازم تخليه يلعب يعني؟ ان هو لازم كل يوم سبت وحد زي ما هو يلعب اللعبه دي قبل ما تتجوزي، اصحابه اللي عملوا كده. وبختم بكل حاجه، مش ورقه وخلاص، ورقه رسميه يعني. وعجبها جدا الفكره وبتاع، مش عارف، هي برضه روحها رياضيه يعني. طب لذيذه. ايوه قالت يعني انا مش هحبسه في البيت حتى اليوم بتاع الكريكت بتاعه، نسيبه ما يكركتش، لا يكركت براحته. سيبيه يكركت يا اختي، بدل ما يكركت مع حد تاني يعني، يكركت مع اصحابه بدل ما يكركت لك في اي حته ثانيه. فمضوا على ورقه الكركته دي وخلاص، بس كده واتجوزوا، وفعلا سابته على الايام اللي هي ماضيه. بس فكره جامده جدا. ايوه طبعا، زي الشباب اللي بتفايق. احنا فعلا عايزين فعلا نعمل الورقه دي، انه كل حد بيعمل حاجه معينه في حياته قبل الجواز يمضوا. يعني مثلا انا ممكن امضي لجوزي على ان هو يروح خميس وجمعه بلاي ستيشن عادي جدا. هو جوزك بيلعب بلاي ستيشن؟ فممكن نمضي. ثانيه واحده بس، مفيش راجل ما بيلعبش. ثانيه واحده بس، خميس وجمعه؟ خميس وجمعه يعني مين جه خميس؟ خميس مش هيبقى صعب عشان عندي شغل، بس جمعه نظبط مع بعض عشان احنا بنعمل بطولات في القهوه وموضوع كبير جدا. بيبقى في ديربي في وانت جوزك انت برضو بيلعب بلاي ستيشن؟ بلاي ستيشن. مش مشكلة شهير جوزك. انا عندي بس مشكله. ايه؟ بيتقال عادي في الملأ يعني. جوزك زملكاوي. فالزملكاوي مع اهلاويه كتير في البلاي ستيشن بيعمل مشكله. بيعمل مشكله كتير. احنا لو في الماتشات يحب يتفرج لوحده، ما يتفرجش مع حد ابدا. والله بس تلاقي الكلام ده كان زمان، دلوقتي لا 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 لا، مفيش زمان. مفيش زمان. اسمعي مني. طيب انا عندي بقى، انت كنت بتقول في الهند، انا بقى اوديكوا امريكا. اوديكوا هنط كده. طيب انا عندي خبر لذيذ جدا جدا. في ست عندها 91 سنه او تمت ال 91 سنه، هي ست امريكانيه. تخيلوا احتفلت بعيد ميلادها ازاي. عايزه كل واحد فيكم يقسيهم كده. عارفه الفيديو اللي هو بتاع البالونتين اللي هم بيبقى 91 نو نو وقلب وانت ايه؟ يس يس. ممكن تكون مثلا جابت واحد، جابت 50 سنت مثلا. الشبرتي اللي هي ايه الشبرتي؟ لا بصوا بقى يا جماعه، السن مجرد رقم جدا قوي بزياده. يعني دي كلمه بنقعد نقولها في حياتنا اليوميه، لكن الخبر ده فعلا اثبت لي ان السن ده مجرد رقم، وان هو بجد يعني اللي عنده 18 سنه مش فارقه من اللي عنده 50، من اللي عنده 60، من اللي عنده 91 سنه. ما شاء الله 91 سنه دي يعني الله اكبر، ست كبيره قوي قوي يعني، اللي هو ما شاء الله هي معمره اصلا، يتقال عليها معمره. الست الامريكانيه دي قررت ان عايزه تحتفل بان هي تمت 91 سنه بان هي تنط من باراشوت من فوق من طياره، وقعدوا يصوروها، وهي قررت ده حلم حياتها ومن الاحلام، الحاجات اللي نفسها تحققها. فقررت ان هي تحقق حلمها ده في يوم عيد ميلادها ال 91، ان هي تنط باراشوت من الطياره. فانا بجد حسيت ان هو عملت سكاي دايف ولا باراشوت؟ مش سكاي دايف بس، لا نطت بباراشوت بمظلات. يعني ست باراشوت يعني. باراشوت هي دي بقى، شفتي بقى 91 سنه باراشوتت علينا. فانا عجبني جدا ده. احنا في ناس تبقى في العشرينات وال 18 سنه ومكسله تقوم الكنبه حتى، تقول لك لا انا اخاف، مش عارفه اعمل ايه، اخاف اعمل اكسبيرينس ايه، لا هايكنج ايه، انا مش قادره، انا عظمي. احنا اصلا ماشيين بالفولترين كلنا، وانا واحده منهم. فدي ما شاء الله الاكبر نطت من باراشوت وهي عندها 91 سنه عشان تحتفل بعيد ميلادها بالطريقه دي. فعجبتني قوي الفكره. مطرقعه كيوت قوي. لذيذة قوي صح؟ ايوه كيوت قوي. كيوت كيوت كيوت. نطت من اوه واول ما تنزل دوت ضغط يا ابني انا. هي عادي ممكن تنزل في حفره لو عايزه يعني، تبقى خلصت كده يعني، حققت الحاجتين في حاجه واحده. طيب خلونا نروح لفاصل ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا على طول. لسه مكملين معاكم عيش سعيد، والنهارده بقى خروجتي انا وبوب المعتاده بتبقى خروجه مطرقعه كده، متجننه كده، متعفرطه. فالنهارده هنتكلم عن موضوع لذيذ قوي، بما ان احنا معفرطين وبنحب كده الفرفشه والانبساط والضحك والهزار. هنتكلم عن ايه اكتر حاجه بتبسطك وازاي بتبسط اللي حواليك، يعني مش بس بتبسط نفسك، حاجه برضو بتعملها بتبسط اللي حواليك. ناس كتير قوي بالنسبه لها ممكن تكون حاجه بسيطه جدا جدا بس بتبسطها، بتحقق لها سعاده كبيره، زي مثلا ان هي تنزل تجروز بالعربيه، ان هي مثلا مكالمه مع واحد صاحبك او حد بتحبه جدا لمده 5 دقائق، انك انت تنزل تغسل عربيتك بنفسك. في ناس عندها ده كيف، لو انزل اغسل عربيتي كده واديها شاور، احس بانجاز كده بعد ما العربيه نطفت. او مثلا ان هي تقف تعمل طبخه كده وهي في المطبخ تقعد تفنن بقى، ومش عارفه ستيكات ايه وحركات ايه. فخليني اسالك بقى يا بوب، المهم انت عامله ايه؟
هو انا دي فعلا داخله جامد. ايه رايك في الامبيونس؟ جامد جدا. تبقي عارفه دايما ان انت قاعده في مكان نظيف لما يبقى فيه باركود على طول ده كيو ار كود او باركود تعرفي ان انت قاعده. اعرف ان انت زي الساحل الشرير كده. أيوة. ده الساحل الشرير والساحل أيوة. الطيب. فاحنا بنتكلم النهارده عن ايه اكتر حاجه بتبسطك حتى لو كانت حاجه بسيطه، يعني مثلا مش لازم تكون عربيه فخمه بتبسطك، مش لازم يكون باك وظرف مليان باكوات عشان يبسطك. بذمتك انت قول ظرف مليان باكوات اكيد هيبسطني. طيب لا احنا بنتكلم عن الحاجات البسيطه اللي بتبسطك، يعني الحاجات اللي هي مش ماديه اكتر ما هي معنويه. مش ظرف مليان باكوات باكو لوحده. مش برايفت جيت ولا لا لا ولا عربيه فخمه فخمه كده. مش الحاجات دي. فايه اكتر حاجه بتحقق لك سعاده؟ من ضمن الحاجات اللي انت قلتيها ايه؟ ان انا ادخل المطبخ. بجد انا بعملها كل فين وفين. بس لما بتعملها يعني مش المطبخ بتاع البرنامج. لا ده ما شاء الله، ده انت بتحدف علينا حلال. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نعم وفضل يعني. لا لما اخش اعمل حاجه انا بحب اعملها يعني يعني ابتكر. طب اخر مره وقفت في المطبخ عملت حاجه حلوه كانت من 4 ايام مثلا؟ بجد والله. عملت ايه؟ عملت باستا بالوايت صوص وعملت جنبها بوفتيك وبتاع وكانت جامده جدا والله. جدا وكان وكل الناس اللي في البيت عجبت. كل الناس اللي هم انا يعني. اوكي. مراتك ايه ما دقتش منها؟ خفت عليها ولا ايه؟ لا كانت موجوده عند طنط يعني كنت قاعد لوحدي يعني. فانت قمت بقى عشان تفنن. طبخ السم. بس انا ملاحظه حاجه، الرجاله لما بتقف في المطبخ وتقرر ان هي هتطبخ او هتعمل العشاء او الفطار او الغداء وات ايفر يعني بتعمله حلو قوي، احلى من مليون ست بصراحه. انا اسفه يا جماعه بس والله الراجل لما بيقف في المطبخ عشان احنا بنبقى يعني احنا بينا وبين نفسنا كده بيبقى الموضوع تحدي. أوكي. اللي هو يعني انت فاكره نفسك جامده وبتاع عشان انت ست وبتاع المطبخ وبتاع. طب انا اوريكي بقى. وعلى فكره حاجه تانية برضه من الحاجات البسيطة اللي أنا بحب أعملها ومتأكد زي ما أنا شايفك كده إن أنت برضه بتحبي تعمليها، تطلع على الهواء. يا سلام. ده بجد بقى. لا ده بجد. أنا الإحساس ده أنا بقول لك إيه، أنا مش همثل على اللي بيتفرج وأنت مش هتمثلي على اللي بيتفرج. بيبقى في أيام باللغة العربية الفصحى وحشة زفت. يعني اليوم مش يومي بتاتا. اليوم وحش جدا. مشاكل كتير. العربيه مش عارف حصل فيها ايه والعيل عيان ومش عارف ايه ومشاكل في الشغل وي 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 وانت ما بتبقيش طايقه نفسك. هي دايسه على وشي. والله تفتحي باب استوديو تقفلي وراكي تقعدي على الكرسي قدامك ميكروفونك بحس ان هي بابل والله العظيم. بحس ان سحر. انا بحس ان سافرت. ابتدي بقى رسايل وحب وهزار واتشتم. لعبني كده. دي برضو من الحاجات اللي هي بسيطه بس كبيره قوي. ودي او لما تلاقي اس ام اس لما حد يقول لك انت غيرت لي فكري في حاجه انا بحبك قوي انت مثلا قررتني. دي بتحصل عادي؟ لا الحمد لله بتحصل الحمد لله. بهزر بس انا اكتر رجاله يعني اكتر اللي بيبعتوا لي رجاله. انا مقله جدا في الستات. انا مثلا لو اللي بيسمعوني مثلا 100 شخص مثلا 99% منهم رجاله. ما ده طبيعي. الموضوع ده غريب. ما لا ده مش غريب. الرجاله دي طلعت فرفوشه يا جماعه والله. لا مش غريب خالص. ما هو مذيع مشاهدات ومستمعات. مذيعه مشاهدين ومستمعين. صح. بيبقى الاغلبيه كده. اوكي. طب انت برضو تفتكر ايه تاني الحاجات اللي هي البسيطه؟ يعني مثلا لو سمعت اغنيه معينه بحبها، عارف اللي هي الاغنيه اللي بنعلق عليها لو كل شويه ريبيت ريبيت واحنا في العربيه. ليها اسم على فكره. ايه بقى؟ انا قعدت اذاكر بقى في القصه دي. هي ليها اسم. ده طلع ايه؟ اسمها اير ورم او دوده الاذن. يا راجل اسمها كده. والله كبرت الموضوع يا شباب. لا اسمها كده. ليه ما تعرفي على فكره ما تركزي معاها دوده الاذن. اسم على مسمى فعلا. هي لازقه مش عايزه تخرج. هي طول الوقت. لا بس انا كده كل فتره يعني كل حقبه من الزمن حتى لو اغنيه فات عليها سنين. ايوه ببقى عايزه اسمعها وهي خلاص دي بتاعتي دي رفقه الاسبوع يعني. دي الاغنيه دي معايا انا بالنسبه لي تملي معايا كل شويه بتروح وترجع تاني. الله. تروح وترجع تاني. تروح وترجع تاني. طب انت عارف برضو ايه اكتر اغنيه معلقه معايا الفتره دي؟ اللي هي بتاعت عاصي الحلاني مثل الكذب حلوه عيونك والقمر. الاغنيه دي مثلا كنت لسه صغيره قوي ساعتها بس حباها يعني. انا بسمعها كده على طول. برضو يعني دي حاجة بالنسبة لي اكستريم سعادة ان انا اعلي الكاسيت على الاخر. يعني مش من الناس اللي بتسمع على قد ودنها. لا لازم اسمع جمهورية مصر وانا ماشية. فاهمني وكيفة يعني قوي في العربية طبعا. في الايه؟ في ان انا ان انا يا لهوي تعلي بس تلاقي العربية انت قافلة الشبابيك كلها. ايوه تيستو قاعد يعني بخبط في العربية.
وبرده عندك اللقطه بتاعت لما تخشي البنزينه بيفضل عالي لحد ما تنزلي الشباك. ايوه وكده واطي وانت داخل المدينه وانت بتقول لهم مثلا ايه بصوا لازم اوطي لازم بقى ارجع. لا وبرده يعني انا بيبقى عندي في العربيه احلى مكالمات في العربيه يعني برضو انا في مكالمه كده لازم مثلا اعملها من حد من صحابي دي برضو دي بالنسبه لي سعاده وانبساط. دي بتاعه النم عارفه دي خطيره دي والله دي. بس حتى لو نم دقيقتين بس بيفرقوا في المود. ما هو دقيقتين يعني. عندكم انتوا بسنتين انتوا بتعملوا ابديت موجز في كل حاجه في دقيقتين. أيوة. لو حد مثلا داخله شغلي او داخله لاصحابي قالوا لي مثلا ايه ده شكلك حلو النهارده الكلمه دي بتفرق معايا او بتبسطني يعني. أيوة. بص حاجه قليله جدا حد قال لي ممكن يكون بيجامل اصلا. ايه ده انت مناخيرك صغرت النهارده كده دي برده بتظبط المود يا راجل. مناخيرك النهارده صغيره عاديه يعني وانا بالنسبه لي كمان بقى ان انا ابقى قاعد بجد بقى دي من برده من الحاجات البسيطه ابقى قاعد في مكان كده زي ما احنا قاعدين كده في الشلاوي كده. لا ما تلاقينيش. اوكي. ما بحبش الزحمه والناس الكتير والدوشه الكتير وكل واحد بيعلي عن التاني وبتاع. تبقى كده على الرايق كده كل واحد التون بتاعه كده ايه على قد برنس في نفسه. دي برده من الحاجات البسيطه. بس مش بتزهق. ليه ازهق؟ يعني بالنسبه لي الزحمه تبسطني مش الوحده. الزحمه تبسطك؟ البني ادم الوحيده اللي على خيط الحياه. انا مملوك الزحمه طبيعي. ماشي. بس يعني مش بالشكل لا ده. انا اللي زحمه الدوشه الصحاب العزوه البيت يبقى مفتوح مليان ده اللي يبسطني. يعني الناس تقول لك لا انا قاعد برموتي بتكيفي بسقفي ده اللي يعجبني. لا 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 كله على الرايق. انا احب الرايق. طب الكلام انا اسالك حاجه والله الكلام الرومانسي بيبسطك يعني مثلا لو حد جه قال لك كلام حب ولا بيحوق فيه البعيد ما فيش ما بيحوقش فيه عدينا المراحل دي خلاص بقى رومانسي ايه وبتاع انت كمان لا بس في رجاله بتحب تسمع كلام وان هي تقعد تقول لك انت حب حياتي حبيبه بودي والجو ده الشغل الضيق ده في ناس بتحب الحاجات لا 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 ما بياكلش ما تلاقيش ها مفيش انا احب اسمع الكلام على طبيعته اوكي زي ما هو يعني عشان انا طبيعتي كده دبش ماشي فانا بحبك يلا ما اعرفش ليه بس بحبك مع انك ما بتحبش بسحنتك دي كده يعني احبها اللي هي بيبقى فيها نوع من خفه الدم مختلفه بتاع مش عارف ايه بس بقى جو بقى وطايرين احنا الاثنين من على الارض وفاكر اول يوم اتقابلنا ايه انا عندي حد من صحابي متعته في الدنيا ان هو ياخد الكلب بتاعه ويمشيه ويفسحه ويحميه ويفرجه يعني انا يعني لو انت اديتني التاسك ده هيجي لي ذبحه صدريه ما اقدرش لا بس انت لو مربيه كلب ما انت لو مربيه كلب هتبقي مرتبطه بيه جدا مع الناس كتير ما بتبقاش فاهمه الموضوع ده بس هتبقي زيه لا ده متعه انت مش فاهم متعه اكستريم ان هو ياخد كلب ويمشيه وبيجيب له حاجات بيصرف عليه اكتر ما هو بيصرف على نفسه يعني هو ممكن كنت بعمل كده ممكن ده طبيعي. ياكل من الارض عشان الكلب ياكل ويستحمى وياخد ادويه معينه وشامبو الكلب وبلسم الكلب اريحك يعني في ناس فظيعه اشرحها لك انت هتفهميها بسهوله اوكي انت ممكن تضحي بحاجات كتير عشان علي مثلا صح طبعا لما يبقى عندك كلب هتبقى كده ما هم كده فعلا والله ما بهزر ايوه صح الناس كتير ما بتبقاش فاهمها هما بيعتبروه حد يعني اكنه اغلى الغاليين يعني هي بيبقى كده بالظبط والمصحف او القطط يعني نقيس ده مش كلاب بس في ناس لا 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 كلاب قطط عصافير كل حاجه ايوه صح سحالف نمور اسود اسود ايوه لا اسود ايه دول بياكلوا كتير مش هنقدر لا الاشبال اشبال اشبال لا ما بتاكل برضه ليها كميه معينه وكده يعني وجبتين وجبتين كبار بس كده فيعني الحاجات دي وانت كنت بتقولي برضو واحده عجبتني جدا اللي هي دي عند بابا بقى غسيل العربيه انا برضو بتفاجئ يقول لك انا اخدت النهارده نوسه ظبطتها النهارده وحميتها فانا اقعد ابص له كده طلعت العربيه وان هو بيهتم بيها ان هو مش عارفه يجيب لها فواحه مش عارفه مستورده مش عارفه بكام دش اليوم يا بنتي انا كان عندي واحد صديقي قبل ما بيركب العربيه بيتكلم معاها في لغه بيبقى جامد جدا معلش يا حبيبتي سبتك في الشمس النهارده هو ليه طريقه كلام كده بيتكلم زي ما انا بتكلم بالظبط اوكي يعمل كده معلش يا حبيبتي سبتك في الشمس النهارده انا اسف يعني هو ساب روحه ايه يا عم انت في ايه الاخبار ده حته حديده ماشي لا وتلاقي ده ويطبطب على الدركسيون لا وتلاقي ده لو خد مطب مثلا ولا حاجه ممكن يقعد يعيط صح؟ مثلا ما جربتش اركب معاه انا شفته قبل ما بيركب انت مع ولا ضد حته ان هي بما اننا بنتكلم عن الحاجات اللي بتبسطنا ان لازم تبقى حاجه كبيره قوي عشان تبسطك في ناس بجد لازم عشان حاجه تبهرها وتبسطها تبقى حاجه كبيره قوي
وفي ناس ده غير الفنانين بتنبسط بقلل الاشياء. انت بتخبط في الحيله لو. لا دي حقيقه يعني غير الفنانين في او لعيبه الكوره او كده. لا في ناس يعني مثلا في ست تقول لك لا انا اقل من ختم الموز ميني نيني ما اتبسطش. الله يرحم الستات دي. ايوه وفي ست والله لو جبت لها دخلت عليها باكو بسكوت بص تكون مش قادره تقعد تقعد شهر ممتنه بس انت هتتكلمي في حته الست دي هم معروفين ورد شوكولاته اي ست. ولو ايه انا ما قلت ان انا قبل كده ان انا الورد لا هات لي سندوتش شاورما هيبسطني اكتر. سندوتش ايه؟ شاورما. شاورما فراخ مش ميكس. لا انا احب التخصص. ايوه يعني انا الورد هاخده واحطه فيه في ميه خلاص ما بقاش بيبهرني الجو ده اتغير خالص. سليمة شفت اهي دي مثلا المانجا دي شفتي حتى الراجل اللي بيجيب لنا حاجه في المكان راجل محترم واجنبي وحاجه خطيره يعني. شكرا شكرا. يعني اهو لسه بنجيب في السير جيب لي ورد ليه ما تجيب لي عصير مانجا. اللي انت بتشربي فيها دي عايزين نعمل عليها حلقه بعد كده لوحدها اللي بتاعت المعامل دي عايزين نتكلم فيها. تحس ان احنا كنا بنعمل في الساينس بس هي موضه قوي. ما عشان كده عايز اتكلم فيها. اوكي نتكلم في الموضه دي. في الموضه دي بصراحه. شوف هي بتقول ايه. ايوه طيب انت في مثل برضو بيقول لك اقرب طريق لقلب الراجل معدته ده بيسعد الراجل فده بيسعدك. انا طبعا زي يعني اقرب طريق لقلبك معدتك. اقرب طريق لقلب المصري معدته. اوكي ايوه صح ما بقتش فرق ستتنا الرجاله اخويا وبنات كلنا بنحب يعني احنا كلنا بنموت في الاكل من قديم الازل. ايوه عشان كده لما بتحب حد بتطبخ له بتحب حد تجيب له شوكولاته وانت رايح البيت بتورته. انت عايشه بقالك حاجه و20 سنه تمام في الحاجه و20 سنه دول مش كل كام شهر بيطلع واحد بتاع فول غير بتاع الفول اللي احنا فول حقيقة. انا مركز في الفول بس وبنروح ناكل عنده كلنا عشان مش عارف ايه بيعمل فول جامد او تحوش احنا بناكل فول من 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 من, من ايام الفراعنه. ايوه صح فهي مفيش اي حاجه. طب اظن احنا كده يعني سردنا اتكلمنا على شرب من انواع السعاده وحاجات كتير قوي خلصنا السعاده كلها والحاجات البسيطه اللذيذه يا جماعه اللي هي في بس في حاجه مهمه بقى اللي هو لازم بقى ترمي الافيهات اللي هي بتاعت زمان دي ما عدا عيش سعيد بكل الحب بكل الحب. هي انت لازم صباعي ونور وانا بشاور يبقى في نور هنا في الصباع ده. بالظبط ايوه لا هو في الاخر عايزين نقول يعني اهم حاجه ان انت تعيش مبسوط او تبسط نفسك بحاجات بسيطه مش لازم تكون حاجه فظيعه ولا حاجه غاليه ولا حاجه تمشي لها كيلوهات واميال عشان تتبسط فيها. الدنيا بسيطه الدنيا سهله شوف ايه اللي بيبسطك شوف الناس الجميله الحلوه اللي في حياتك وخليك دايما معاهم بس. صباح الفل روح بقى الفصل ونرجع تاني على طول خليكم معانا ما تروحوش في اي مكان. فكره هنكون فيها كلنا اكيد سعداء يعني ضيفتنا النهارده اللي منورانا النهارده في عيش سعيد هي عامله نفسها ميكس او كومبو سعيده. اول حاجه هي مش عايشه في القاهره عايشه في دهب فده في حد ذاته روقان وراحه بال واستجمام وطبيعه وحلاوه وتصحى كده على مناظر جميله وفظيعه. كمان هي فنانه بمعنى الكلمه لان هي عازفه فلوت وطبعا احنا عارفين اله الفلوت هي بتتميز بانغام هاديه كده رقيقه لما بنسمعها بنحس كده باستجمام. وفوق ده كله بقى وليفل الوحش الصراحه اللي انا لما عرفته اتبسطت جدا يا جماعه اكيد حاجه ليها علاقه بالاكل وهي طبعا الشوكولاته. هي صانعه شوكولاته بتعمل شوكليت هي بايديها فدي حاجه لذيذه جدا وما تخافوش عشان هناكل شوكولاته كتير قوي عشان هي مكونه من حاجات صحيه ولذيذه. فخلينا نرحب بضيفتنا مصدر السعاده وفعلا هو برنامج عيش سعيد وهي جايه تكمل السعاده معانا النهارده الجميله دعاء عبد الحميد. دعاء نورتينا وبجد الحمد لله على السلامه عشان احنا عارفين انت جاي من الدهب فبرضه الف مليون سلامه ونورتي عيش سعيد بجد ده نوركو وانا مبسوطه اني معاكم النهارده بجد والله يعني دعاء انت كل الحاجات اللي تعمليها فعلا زي ما لينا قالت بتشاع سعاده سواء العزف او الشوكليت فاحنا مستنيين احنا والمشاهدين النهارده ناخد القدر الكافي من السعاده. بس قبل ما نبتدي اي حاجه انا عايز اسالك اشمعنى دهب ليه دهب اللي اخترتي تعيشي فيها؟ انا كنت بروح دهب الاول زيارات انا وجوزي وولادي وحبيت البلد جدا لان هي مليانه حاجات طبيعيه
والحياه بسيطه جدا يعني فوق ما تتخيلوا. الموضوع ما فيهوش كلكعه زي المدينه. ما فيش عربيات كتير، ما فيش زحمه، ما فيش تلوث على طول، مفيش ضغط، مفيش توتر. ده برضو مهم. الفايبس بتاعتها حلوه جدا وهناك يعني شايفه حاجات كل حلوة. حاجه حلوه. حتى الناس كلها يعني بتحافظ فعلا على نظافه المدينه، على النظام، على الموضوع افضل كتير كتير من المدينه. فانا من اساسا من اسكندريه، وطبعا اسكندريه مفيش حاجه تضاهي اسكندريه يعني. ايوه طبعا اكيد. وانا لغايه دلوقتي طبعا بشتاق لاسكندريه، وبشتاق ان انا اروح واقعد، وخصوصا بحري يعني. بس المشوار بعد قوي. المشوار بعد قوي بس بس بيبقى حلو عشان بتبقي رايحه بشوقه يعني. أيوة في شوقه للموضوع. طب هو ما كانش صعب في بدايه حياتك ان انت تنقلي حياه كامله؟ انت قلت لي كمان عندك زوج واولاد. فالموضوع برضو انت مش لوحدك بطولك، في اولاد وفي مدارس وفي حاجات معينه في المدرسه وفي الدروس وفي المدرسين. انت بالنسبه لك الموضوع ما كانش صعب انك تنقلي حياه كامله من مدينه لمدينه، بالذات دهب يعني اللي هي مش اسكندريه برضو ولا زي القاهره. دي حقيقه. دي حقيقه. ما كانش صعب؟ احنا هو كان في حاجات طبعا، الاجراءات والحاجات دي بتبقى صعبه وكل حاجه، بس هي تستاهل يعني. اكيد. هي العيشه هناك فعلا انا شايفه ان هي تستاهل ان احنا نعمل كده. في حاجات مش موجوده في يعني مش موجوده في دهب، وكانت موجوده في اسكندريه زي الانديه الرياضيه والحاجات دي والالعاب الرياضيه. الحاجات كلها هناك في دهب كلها برايفت يعني، كوتشز بيمرنوا كلها، كل الحاجات برايفت، مفيش تيم زي في اسكندريه او في القاهره. بس هي دايما طبعاً حاجات بتعوض حاجات. بالظبط. يعني فكره ان انا اصحى افتح الشباك بتاع بيتي على البحر، كل شغلي هيبقى ليه متعلق بحاجات تعريق كده. بتفتحوا على البحر في اسكندريه برضه يعني؟ برضه يعني زحمه، ما دي بلد هناك غير هناك. ده متوسط وده بالظبط. بص هو ده لي سحر وده لي سحر تاني طبعا. في دهب الموضوع حلو، حتى لو مش هتفتح على بحر هتلاقي منظر الجبال وقت الغروب، اصلا الموضوع بيبقى حاجه خياليه وحاجه تحفه طبعا. يعني بتحسي ان انت واقفه قدام لوحه فنان راسمها. على لوحه بقى وفنان وحاجات كده، بما انك فنانه، ف ايه اللي جاب السؤال اللي هو ايه اللي جاب القلعه جنب البحر ومش عارف الكلام ده كله؟ انت عازفه فلوت، ودي دراستك، انت دارسه كده، وفي نفس الوقت انت شوكليتير صح بيتقال عليهم كده؟ صح كده بالظبط كده. طب شوكليتير بقى ليه ما فيش وايت شوكليتير للناس اللي زي حالاتي؟ بص انا اللي خلاني ما يعني انا في حاجات بعملها وايت شوكليت، بس الاساس كان عندي ان انا عايزه اعمل هيلثي شوكليت. الناس أوكي. تاكل شوكليت من غير ما تحس بالذنب. الله. وياكلوا حاجات طعمها كمان حلو وما يحسوش بالذنب. اصل انا ديزرت بيرسون، كنا لسه في الاول يعني بنتكلم كده واحنا عامه بنتناقش في حياتنا، هم عارفين ان انا بحب الحلويات قوي. فاول ما قالوا لي يا دعاء وموسيقى ودهب وشوكولاته، قلت لهم يا جماعه ايه الحلاوه دي يعني؟ كده خلاص انا مش عايزه حاجه تاني. مش عايزه حاجه من الدنيا تانيه خالص. ايوه بالظبط كده. لا فانا شايفه بصراحه قدامي يعني كولكشن مختلفة. انا عايز اعرف التحول ده جه ازاي، ايه اللي حصل يعني، هو ايه القصة؟ انا عايز اعرف هو القصة ورا دودو. هو كله ريليتد ببعضه. ده فن وده فن طبعا. صح. فاللي هو يعني من الاساس فنان هتلاقيه بيبدع في حاجة تانية يعني. ممكن تلاقي حد بيعزف كمانجا بيغني حلو قوي، ممكن تلاقي واحد بيغني قوي بيقول شعر حلو جدا. مزبوط. وبيكتب شعر حلو جدا. فهم الفنان بصفة عامة بتلاقيه ما عندوش حاجة واحدة بس، لا بتلاقيه فنان في حاجة تانية whatever ايه هي. انا كنت عايز اسألك بالبلدي، هبت امتى؟ هبت عشان انا بحب الشوكولاتة. ايوه بالظبط. هو كده يعني انا كده كده من الناس الشوكليت لافرز. أوكي. جدا تمام. يعني طب خدتي كورس عشان تقدري تعملي اخدت حاجات كتير ازاي وفين ومنين؟ لازم عشان دي مختلفه، دي هيلثي شوكليت ده. لا وناس كتير ممكن تكون بتتفرج علينا عايزه تدخل الكارير ده ومش عارفه، فانت ايه الستبس اللي انت مشيتي عليها او روحتي فين جربتي فين عشان تبقي تعملي الحاجات الحلوه دي؟ اولا انا اول ما نويت كانت الكورونا، بداية الكورونا. ايوه فكان نو واي ان انا اروح في مكان اخد كورس. صح. فكان كل الحاجات اونلاين طبعا. اونلاين.
وبصراحة كان في شاف يعني هو علمني حاجات كتير جدا، والتفاصيل الصغيرة قوي قوي اللي بتخليكي تطلعي الشوكولاتاية كما يجب أن تكون. الله. يعني بجد ربنا يبارك له يعني. بس مصري، شيف مصري، شيف مصري واشتغل في أكتر من بلد في أوروبا، وهو أصلا شيف باستري وتشوكلت، وتخصصه كمان تشوكلت. فكان الموضوع ان هو علمني ازاي اعمل شوكولاته بابسط الطرق واصحها. يعني هو حاجه اسمها تشوكليت هيلثي فعلا. طبعا بصي عامه الدارك تشوكليت هي تشوكليت هيلثي بالنسب بتاعتها. يعني كتير بشوف بقى 90% و70% النسبه دي تبقى نسبه الكاكاو جوه الشوكليت نفسها. النسبه المتبقيه الكام في الميه المتبقيين دول بيبقى نسبه السكر. فهو الشوكليت عامه لما بتيجي، والدارك بصفه عامه لما بتيجي بتتعمل، هم الاول بيجيبوا بذور الكاكاو وبعد كده بيبتدوا، وكل بذره كاكاو ليها كواليتي. وعشان كده اسعار الشوكليت بتلاقيها مختلفه في كل حته. ده حقيقي. على حسب جوده بذره طبعا. الكاكاو نفسها. مش كده مثلا البلجيان شوكليت هي النمبر 1 في العالم. وهي دي اللي انت بتشتغلي بيها. والسويس شوكليت طبعا. والسويس شوكليت طبعا. وبعدين ده في منهم كمان درجات. يعني في بلجيان كسر، وفي بلجن هو مش لدرجة كسر بس يعني خلينا نقول أيوة أيوة. ما هي أقل جودة يعني. مش ميكس يعني خلينا نقول أقل جودة يعني. هو أهم حاجة في الشوكولات إن بعد ما تاكل الشوكولات يبقى فيه أفتر تيست ليها يفضل معاك حبة. في أحيان بيبقى الأفتر تيست مر، ده ليه علاقة بدرجة نسبة السكر. الكوكو بينز بقى بيبقى الكوكو بينز مثلا تتحمص زيادة. مش في ناس بتحبها بمرارة، في ناس بتحبها تبقى ميلك شوكليت، في ناس تحبها تبقى بالمنت. أنا الحاجات دي أنا بحبها بالمنت جدا. لا أنا ما جبتش النهاردة بالمنت، جبت بالكافي النهاردة لو حد بيحب شوكليت بالكافي. يعني دي تتشال على جنب كده عشان في طلب كتير عليها في طبعا في الكنترول. ماشي أنا بقول لكم أنهي واحدة وأنتوا بقى تصرفوا. طب أنتِ يا دعاء بتبيعي الحاجات دي في دهب؟ يعني أنتِ طبعا إحنا عارفين دهب، أو من اللي أنا بسمعه يعني، أنا ما روحتش بصراحة ونفسي أروح جدا، مشتاقة جدا إن أنا أروح. بس أنا سمعت إن هي الناس كلها عارفة بعضيها، هي زي كوميونتي صغيرة في قلب بلد جدا. فانت مثلا بتعملي الحاجات دي بتبيعيها للناس هناك؟ بتبيعي اونلاين؟ انت احكي لي الماركت بتاعك عامل ايه. انا في الاول في دهب احنا كنا بنحاول لما نروح نزور حد عايزين ناخد يعني نعمل زي ما بنعمل في القاهره وفي اسكندريه وفي الحتت اللي ممكن نشتري تشوكليت منها ونقدمها هديه، او نشتري تارت او نشتري تورته. تمام. مفيش حد في دهب بيعمل حاجه ليها علاقه بالشوكليت. في ديزرتس كتير بس ان حد يبقى متخصص في الشوكليت عامه مفيش حد بيبيع اصلا شوكليت اساسا. اوكي. فجت الفكره بتاعت السوبر ماركت دي بالزبط. يعني بالظبط. وطبعا دي ات نوت هيلثي يعني كومبليتلي علشان خاطر المواد. لا سيبك بقى من السكر بقى، وكمان ما تبقاش بالشكل الجمالي اللي تقدري تزوري بيه حد او تروحي بيه مناسبه. وغير كده المواد الحافظه وبتحط عليها حاجات كتير قوي عشان تفضل تقعد مده كبيره في الثلاجات وليها صلاحيه كبيره، لان الشوكليت اللي من غير مواد حافظه زي دي اخرها خالص في انواع معينه اللي هي البلان من غير حاجه خالص دي بتقعد شهرين فقط لا غير. الحاجات اللي هي بيبقى محشيه حاجات بتقعد اسبوعين فقط يعني ما ينفعش وخلاص. بعد كده الخواص الكيميائيه بتاعتها بتتغير طبعا، حتى يعني طعمها تلاقيه بيتغير مش بيبقى زي الاول. بالظبط. فهي دي الفكره. فجت بقى الفكره من هنا ان انا طب ليه لا ان انا اعمل اول مكان في دهب، وبصفه عامه انا ما اعرفش حد في جنوب سيناء عامل شوكليت يعني. مفيش حد بيعمل الموضوع ده. فقلت ليه ما ابقاش انا اول حد والحد الوحيد. طبعا ان دهب فيها اجانب كتير. بالظبط. فانا بيتهيالي كمان دخلتي ثقافه ان انت ممكن تبيعي مش بالكيلو، انا عايزه بيس بيس. بالظبط. ينفع بالزبط. ده صح. يعني انا بقى انا ده اللي انا قررته. زي بره ممكن تروحي تشتري موزه واحده. بالظبط كده. فانت عملتي كده صح؟ اشتغلت بنفس الكونسبت بتاع الاجانب اللي موجودين، وفي نفس الوقت هي الكوست بتاعها عالي. انا مش هينفع ان انا
انا عايزه ادوق الناس كلها، عايزه الناس كلها تتبسط. مش شرط بقى انا داخله أيوة لازم اشتري كيلو، مش لازم اكل بقى وادفع دم قلبي ليه؟ طيب ما انا ممكن ابيع بالبيس يبقى خفيف على الناس كلها، واي حتى اوفر لك عشان لو في فايض ما ترميش او يعني هتوديه فين؟ عشان لو مثلا ما حدش اشترى كل الحاجه فانت برده ما تخسريش، لازم تعملي. بس هي اكيد مذاكره بالراحة يعني. اكيد عارفه خلاص مع الوقت، عرفت انها مش هتعمل اكسترا عشان الحاجه ما تترميش. عارفه الاستهلاك، عارفه دلوقتي في موسم ذهب سياح مثلا، في الدنيا زحمه، هتبتدي تعمل اكتر، هتبتدي اكيد بتعملي كده بالظبط يعني. ايام الكريسماس مثلا بتبقى الكميات اكبر، لان في الكريسماس الاجانب كتير بيحبوا التشوكليت بقى كجيفت وحاجات كده بالظبط كده، بيهادوا بعض بيها. وببقى عامله اكيد كده حلو مختلف للقصه. انا بحب الرابنج عامه يعني، سانتا تشوكليت وحاجات كده. ايوه انا الكريسماس اللي فات انا فاتحه المكان بتاعي من شهر 10 اللي فات يعني. أوكي. خلاص اوريدي قربت اكمل سنه، فلحقتي كريسماس. فالكريسماس اللي فات كنت عامله لهم كوكيز بالوايت شوكليت. ايه ده الله، وايت شوكليت عشان اي خدمه بالظبط. وعامله لهم سانتا كلوز، وعامله كريسماس تري والغزاله والحاجات دي، رسمها بايديا يعني وملوناها، فكان الموضوع جميل جدا طبعا. حتى كنت عامله بالشوكليت نفسها الكريسماس تري، الناس بتشتريها لوحدها كده از جيفت وبيهادوا بعض، وعامله لها رابنج لطيف. طب برافو عليكي والله، بس يعني انا بحب اعمل كده. طب انا شايفك قاعده متذنبه بالفلوت. لا ده انا حضناه. ده انا حضناه حد من ولادك اكيد، بتعمليها المعامله من كتر حبك كمان. ايوه اكيد حاجه غاليه عليها، قالتها ودراستها وحبها وكله. قبل ما نسمعك انا عندي سؤال بس. انا دلوقتي واحد داخل عندك، داخل يشتري شوكليت، ممكن يحصل اللحظه اللي هو انا داخل اشتري وانت قاعده مع نفسك بجد بتعملي كده؟ بجد؟ والله يا داخل انت جالك دماغ دلوقتي. انا فعلا الفلوت معايا دايما في المحل بتاعي ده لازم. لان اوريدي انا يعني انا اوريدي بشتغل، بعزف، بروح في اماكن وبعمل حفلات وكده. الله عليك. فلازم ده معايا طبعا. حلو جدا. لان ساعات ببقى عايزه اقعد اذاكر، زهقانه مثلا، اليوم رتيب شويه ما فيهوش احداث يعني، فايه المشكله لما اقعد اذاكر اطلع اغنيه جديده، اعمل حاجه جديده كده. برافو عليكي والله. لو انا حتى لو معديه قدام محل شوكليت ولقيت من جوه صوت عسل، هتلاقي نفسك داخله طايره. انا داخله، انا عايزه اعرف زي الكرتون كده يعني. تلاقي نفسك في الهواء وداخله جوه. ايه الحلاوه دي؟ ايوه بالظبط. في ناس اصلا سعاده حقيقي يعني طبعًا. اكتر من رومانسيه الموضوع بيبقى كله تحسيه ريليتد لبعض. طب ما تيجي بقى يلا سعاده. عايزين شويه سعاده كده. هشوف وانا صريح لو ما اسعدتش هقول. بس ماشي. انا كنت سعيده عشان قبل ما نبتدي برضه كانت بتجرب. اوكي هنسمع ايه؟ بإيه؟ ولا احنا انت تلعبي واحنا نقول لك دي كذا بالظبط كده.
طبعا بنت الشلبيه. طب انا عايز اسالك حاجه، انت جربتي الات قبل كده كتير واستغربتي على الفلوت، ولا هو اشمعنى الفلوت؟ لان هي على فكره نادره، نادره انك تلاقي حد بيعزف فلوت، يعني دايما كله بيجول الجيتار البيانو اكتر حاجتين طبلة. وده اللي حصل معايا في الاول. فصح. انا من الاساس اخويا كان بيعزف كمانجا، تمام قوي. فانا غيرت منه وقلت لبابايا انا عايزه انا كمان اقدم في الكونسرفتوار، ماليش دعوه يعني اشمعنى اخويا. وبدات اقدم. اوكي. وكنت عايزه اعزف بيانو. كنت بروح معاه السيشنز بتاعته وهو بيعزف كمانجا، فبسمع مدام كانت بتعزف بيانو حلو جدا جدا. فعجبني قوي صوت البيانو والهارموني بتاعه والكلام ده كله، فعايزه اعزف بيانو. ورحت قدمت عشان اعزف بيانو. قالوا لي لحضرتك سنك كبير على البيانو. أوكي. مش هينفع. فاتحطيت قدام الامر الواقع ان انا اختار بين ثلاث آلات، فلوت وكورنو وكلارنيت. اوكي. فانا عارفه الكلارنيت وشفت الكورنو، وروني فيديو ليه وروني صورته، ما حبيتهوش. صوته بالنسبه لي مش حلو، صوته غليظ قوي ومش مش شخصيتي يعني. طب وروني الفلوت. فشفت الفلوت قلت لهم تمام انا هعزف فلوت. هي دي عجبتني الاله دي عجباني. وكانت كان اول تعارف بيني وبين الفلوت ان انا ما كنتش اصلا اعرفه ولا اسمع عنه. انا عارفه الكلارنيت علشان خاطر بشوفه كتير وبسمع كتير الكلارنيت. الفلوت قليل، يعني قليل ما بلاقي في حد مدخل الفلوت جوه اغاني. صح، دي انا عشان كده قلت لك انا حساها انا نادره، قليل قوي ما بلاقي حد بيجول الفلوت. يعني انا بالزبط. قاعد باصص على الحاجه وعايز العب لعبه يعني مش عارف اقعد، انا ما بعرفش اقعد كده، لازم افوق. طب ندوق. معلش انا هعمل حاجه، مش هندوق مش هندوق. انا عايز اجيب ده عندي وعايز اسال بقى، عايز اقعد اسال يعني. ليه مش هندوق؟ من امتى؟ ايه هندوق هندوق. بس انا ما بحبش اشوف حاجه انا مش فاهمها. الهارت دي شوكليت ودارك 70% وجواها هيزل نوت، جواها بندق. اوكي. دي اللي هي القلوب دي. الشوكولا اللي بشكلها الطبيعي. ماشي. اللي عامله زي البسبوسه دي ايه؟ دي دارك بالبيستاشيو بالفستق. بالفستق. طب والكور الذهبيه؟ ايوه. وليه ذهبيه؟ انا بحب الجولد. انا بحب الجولد جدا، وبحس ان هو بينم عن شخصيتي يعني. اوكي. بس ده مش ذهب. ده طبعا ذهب. مين قال انه مش ذهب؟ يا ده ذهب. ذهب صحي ولا مش لون دهب عادي. ذهبي لون ذهب. ايوه. دي صريحه بلاش لون ذهبي صحي. لا انا ببقى عايز ولون ذهبي خاص بالشوكليت فقط. يعني هو شوكليت كولورنج بالظبط كده. حلو قوي. بتلاقي الخامات ايوه موجوده في دهب وكده. لا مش في دهب. بس اسمها دهب انت كمان يعني، ما هتلاقيها فين يعني؟ لا والله للاسف للاسف والله مش بلاقيها في دهب. بتجيب الخامات دي من اسكندريه ومن القاهره؟ لا انا بس بستورد الشوكليت عامه. وبيبقى في حد هو بيستورد يعني بعمل اوردر وهو بيستورد الخامات معينه، البلجن شوكليت والبلجن كالرز وال بس الناتس قوي. بجيبها المكسرات بجيبها من اسكندريه بصراحه عادي. انا بس برضو عايزه احنا ما عرفناش جوه الكوره ايه. اتقالي بس انا عايزه اتقالي عليا، ما احنا عرفنا كل الدهبية. حاجه احنا بالترتيب واحده واحده. دي قلنا اللي هي بالفستق. ايوه. دي واضح جدا انها بالالموند بالظبط كده. ماشي. ودي اللي بالايه؟ دي جواها شوكولاته سايحه بالقهوه. دي شوكولاته سايحه؟ شوكولاته جواها شوكولاته سايحه. شوكولاته جواها شوكولاته سايحه ميلك شوكليت بالقهوه. هي دي اللي بالقهوه. دي كده اتصادرت. والقلوب دي ايه؟ دي دارك شوكليت وجواها حبايه بندق. وجواها حبايه بندق. لذيذ برضه. ده شغل عالي. ادخل على اللي بعده. الحاجات دي بقى ايه؟ دي بقى المجرمه دي. ايوه عشان هي شكلها مجرمه. دي مجرمه. اي واحده. القنبله كلهم هم عامه. دي بقى هي دي اللي فعلا بتاخد مني مجهود مش طبيعي. بجد؟ حقيقي. ليه بقى؟ اول حاجه عشان انا بعمل شوكليت هوم ميد، فبتتعمل واحده واحده. أوكي. يعني دول بيتحطوا في مولدات في قوالب وبيتصبوا مره واحده وبيدخلوا الفرن. لا بيدخلوا الثلاجه بتاعه الشوكليت. دي بقى لازم واحده واحده بتتغطس جوه الشوكولا عشان تتكفر بالشوكولا. ايوه. اللي انت بتاكلها لوحدك. لا مش هاكلها. لا طب هي دي لا هو بيتفرج عليها جواها بقى كل حبه، كل واحده منهم كل نوع بنوع مكسرات. اوكي. ده ديبندت بقى اللي فوق هو اللي جوه. بتحبي انهي نوع من المكسرات. فاللي جوه بقى عباره عن ايه؟
انا عامه بجيب المكسرات رو، ما بجيبها مش متحمصه خالص. وانا اللي بحمصها عشان تبقى فريش، عشان انا بحب اعمل بصراحه الحاجه كلها فريش، كلها فريش. لا يعني الطعم باين عليه. في زبيب اصلا؟ لا ما فيش زبيب. لا زبيب ده انا دايما مساله تعجيزيه. ليه زبيب؟ لا الزبيب ده اصلا انا فاكره مين اللي شوكليت بعملها بالزبيب. دي هيلثي دي بقى. دي دي الانرجي بول. كله هو هيلثي. دي انرجي بول الناس بتوع الجيم بقى بيجوا ياخدوا واحده مع شوت اسبريسو كده محترم. هي اصلا اللي فيها كوفي دي برده كمان تدي انرجي للجيم. هم كلهم بصفه عامه هيدوا انرجي. يعني انتوا عايزين ولا ايه؟ لا انا هاخد بالكوفي عشان لونها دهبي. انا لازم اقول لك قصه الشوكولاته دي عشان يا ريت قبل ما اكلها. اه بالظبط. عشان تحس بالمجهود بالطعم بتاعها. من كلامها بتقول أيوة. دول يعني دول حبايبها واضح. ايوه دي حقيقه. دي حقيقه والله. انا عامه قلت ان انا بجيب المكسرات مش متحمصها وبحمصها. والحشوه اللي جوه دي بتبقى باخد شويه من نوع المكسرات اللي بعمل بيه، بعمله زبده مكسرات. زبده مثلا زبده فوزو او زبده لوز، زبده بندق، زبده عين جمل. وبعدين باخد نصهم اجرشهم مانيوال. يعني بحب برضه اجرشهم مانيوال كده. برافو عليكي. عشان عايزه هم مجروشين بطريقه معينه. بنسبه معينه. بشكل معين. أوكي. بطريقه معينه عشان لما القطمه تبقى ليها كده. لا ليها افكت. انا في افكت معين عايزه اوصله. فنانه. لا هي ما شاء الله في تفاصيل صغيره. الافكت والطعم وكل ده. بالعكس انا مقتنع جدا بكلامك. انا بقى عايزه اخش في الموضوع. طب انا عندي فكره حلوه. لا انت بتاكل حته. انت فكرتك مش هتعجبك. بتعزف لنا. بص عشان نشوف الفن. ثانية مع السعادة. وهنزود هنجود على الفكره. اوكي. احنا لسه ما عرفناش التالته ايه. ما هي التالته تارت. ما هي قالت. لا دي برضو ده تارت رو. شوكليت رو خالص مش متحمصة ولا حاجة. دي معمولة من الكوكو ماس. الكوكو ماس ده بيبقى حاجة كده طبيعية خالص بقى، لا دخلت فرن ولا دخلت حاجة. وبعدين بيتعمل بالعسل النحل. ما بحطش سكر خالص. دي زيرو شوجر. شعرت. زيرو شوجر. علشان تبقى حاجة بقى يعني باكل شوكليت بقى. سعيده شوكليت بقى من غير ايه ما مزعل. طب احنا هنبتدي نشتبك. انا دغري بس انا عايز اطلب منك طلب. نفسي اسمعك على الفلوت حاجه انت كيفه تلعبيها من غير مزيكا. انت كده لوحدك دودو لوحدها كده يعني وانت مع نفسك. ممكن تبقى حاجه كوميرشال المتداوله كل الناس عارفاها، او ممكن انت ممكن حاجه من انت قلتي انت بتالفي مزيكا. ممكن بالزبط. تبقى حاجه من تاليفك احنا مش عارفين. انت وكيفك. البروفايزنج ده بيبقى يعني بيجي مثلا كده. بيجي كده. ده ارتجال عندنا. ده ارتجال. ما هو اللي هو ارتجال. ده الامبروفايزيشن. الامبروف بيبقى كده. بالظبط. ممكن حاجه كوميرشال. ايه رايك؟ انا بحب اغنيه قلبي دليلي بتاعت ليلى مراد قوي يعني. وبحس ان هي اغنيه شبهك عامه. مش عارفه بس بحبها يعني. انت حسيتي بالفستان. ايوه ورقص بالص بال حاسه ان انت يعني هي حوت كمان. هي برج الحوت يا جماعه. الموضوع عندي شويه كده. بحب الحاجات اللي السنس بيبقى اوكي لطيف. طب يلا انا معاكي. انا هوزع الطبق. انا هدي الطبق لسهى وهي شغاله وانا هقعد ارمش ماشي. نتمزج يعني. نحاول اعيش اللحظه. هينقنق شويه. هتنقنق شويه صح؟ لا هنقنق. نوها مش نيها. يلا بينا. انا مستنيها تبتدي بس عشان ما تعلقش. وهو احنا قلنا نعمل زي فيديو كليب. هي هتعزف وانت تاكل كده فنحس بالامبيونس. انا هضرب الواحده في بق واحد. انا ما بقرمش. والله ايه ده. لا ما هي في قالت لك القطمه ليها حركه. يبقى هقطم واحده وهجوز واحده اكلها على مرتين يعني. او اعمل لازم تشوف الديتيلز اللي جوه. اتبسط بالشكل بتاعها. حاضر حاضر. دي ادفايس يعني. لا طبعا حاضر. يلا بينا. Thank you.
الله الله الشوكولاته الله والعسل طبعا يعني بقول الاثنين ما هي نفس الحاجه ما انت قلت لها لا انا عايزه اقول لك على حاجه عشان انا وانت طبعا بتعزفي انا كنت انت غارقه في حاجه وانا غارقه في حاجه ثانيه تحفه الشوكولاته تجنن انت راميه بيستاشيو عارفه لو كريمه قوي طيبه قوي عايز اقول حاجه وعادي انا اتقال كده يعني انا وانا بدوقها فيها طعم من شوكولات عالميه كلنا عارفينها قاعد اسمها فريرو بس دي احلى لا احلى كتير صح انت قصده كده انت قصده السكه دي انا قصده ان اعمل حاجه مختلفه وتبقى تناسب الناس كلها عشان كده عملت يعني اربع انواع من المكسرات عشان اللي بيحب ده ياكل يروح لده أيوة. بس هي حلوه جدا يعني تحفه تسلم ايديكي ودعاء بجد انت نورتينا واسعدتينا سمعتينا اغاني لذيذه وموسيقى حلوه ريحت اعصابنا وفي نفس الوقت اكلتينا حاجه كل الناس بتحبها الشوكليت وبجد شكرا على تجربتك كمان ان انت كنتي معانا النهارده انا مبسوطه كتير بالقعده الحلوه دي بجد والله واتبسطت بيكم كلكم انت انت بصي يعني روقتينا عارفه الروقان عارفه كلمة الروقان بمعنى أيوة الحقيقي أيوة أيوة مزيكا مع شوكلت مع مود تاني وحتى كمان انت واخدة المود بتاع ان انت فعلا عايشة في مدينة رايقة في مع يعني ما عندكيش بقى الضغوطات والزحمه والكلام ده فبتعملي كل حاجه بالراحه كده وبهدوء حتى وانت بتتكلمي كده بتدي بوزيتيف انرجي بتوزعيها كده ثانك يو يا دعاء انت نورتينا ثانك يو ليكوا كلكم والله بجد وانا مبسوطه ان كنت معاكم النهارده ومبسوطه ان بسطتكم يعني كلكم بجد والله لا دودو انا اوعدك ده بجد يعني أيوة. ان انا عشان انا من رواد ده بس بقالي فتره طويله ما رحتش أوكي. بس المره الجايه لما هاجي اكلمك ولازم اقابلك واقابل جوزك واجي لك المحل ونسمع بقى الحاجات وبعدين ولا اي وايت شوكليت وجوزي فنان كمان والله يعني والله. هو فيولينيست اساسا وبيغني بقى ودي آلتي مفضله كمان لا يعني حد بقى جميل جدا يعني طب حد من الاولاد بيلعبوا اي اله هم عاوزين يعني في عندي الكبير عايز يبقى يلعب درامز والصغير عايز يلعب الكتريك جيتار ان شاء الله يعملوا كل اللي هم عايزينه ونورتينا يا دعاء وثانك يو على الشوكليت الحلوه دي احنا هنعوم اتمنى يلا ثانك يو سو ماتش شكرا شكرا مره ثانيه ونورتينا شكرا لكل اللي بيتفرج على عيش سعيد وان شاء الله نقابلكم في حلقه ثانيه ودايما سعداء يا رب تمام عيش سعيد لون حياتك بايدك عيش سعيد وشوف اللي في ايدك عيش سعيد املك هو جديدك عيش سعيد يومك هيبقى عيدك اتفقل وحط كلمتين في روتينك عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح اسعى اتعب اتقدم هتشوف ارباح 24 ساعة ليدي او غموعك يلا بينا هنعمل ايه دم دمتك بص للسما وارفع ايديك حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد